محمد طيبي المحلل السياسي، صباح الخير أستاذ. مرحبا، أهلا بك. طيب بداية أستاذ محمد طيبي، ما هي القراءة الأولية لأهم التعديلات التي حملها مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم الانتخابات؟ طبعا هي في مسار هندسة إعادة بناء الدولة من خلال تحيين القوانين الضابطة للعمل الانتخابي كتعبير عن المواطنة أولا، وثانيا كتجديد لفكرة التمثيل سواء الوطني على مستوى الرئاسة أو على مستوى البرلمان أو على مستوى التمثيل المحلي. وبالتالي في هذه القوانين خلال قراءتي لها هو أنهم قوانين معيارية ومقياسية، استندار على مستوى القوانين الدولية في الآليات الانتخابية والتمثيلية. هذا تطور جديد، وبالتالي هالقوانين تعطي لمفهوم الانتخاب وزنه ومحتواه وأبعاده في علاقته مع الدولة، وتبعده عن ظاهرة الاقتراع التقليدية التي كانت تشبه نوعا ما عمل شعبي أحيانا شعبوي. وبالتالي الآن قيمة الصوت في الانتخاب هي التي تحدد بالضرورة طبيعة المشاركة في البناء المؤسسي، وهذا في تطور يعني هندسة قوية جدا جدا. إذا ما تمكنا من تعميقها كوعي سياسي عند المواطنين من خلال خياراتهم المستقبلية، يظهر لي أن مفهوم الدولة الوطنية الجديدة أو المتجددة ستأخذ بعدها الحداثي وبعدها الإنساني، ونقلص كل هذه التمزقات الإثنية والمناطقية والعشائرية، ونصعد بشعبنا ومواطنينا إلى مصف المواطنة المعاصرة. طيب أستاذ محمد طيب، كنت استعرضت للتو نقطة مهمة فيما يتعلق بتعميق الطرح السياسي والانتخابي لدى المواطن الجزائري الذي فقد في فترة من الفترات الثقة في الصندوق وفي كل العملية الانتخابية. اليوم الظرف مغاير، وكذلك خلينا نقول كل الظروف تغيرت لحد الساعة. كيف يمكن العمل على إعادة هذا الطرح من جديد؟ صحيح مثل ما تفضلتي، هو أن هذا المسار مرتبط بعامل الوعي المواطني والوعي السياسي، وليس فقط وعي على مستوى ذات الفرد، وعي على مشروع الدولة التي يجب أن نبنيها، وما هي قواعدها وأسسها، وما هي الرهانات التي يجب أن تجعلنا نتشبث بمؤسسات هذه الدولة قضاء وجيشا واقتصادا لنبني قوة الجزائر كقوة. وبالتالي الانتخابات ليست فقط فسحة للفوز بمقعد. الانتخابات اليوم في الزمن المعاصر، شوفي شو صارت الانتخابات في امريكا، كيف ان الانتخاب حور التوجه الامريكي، شوفي شو صارت الانتخابات في فرنسا، كيف انها حورت منظومه الحكم والماليه في فرنسا. وبالتالي الانتخابات عمل جبار حضاري وعمل في تصوري الان ومحك الاحزاب والمجتمع المدني. اذا الاحزاب ما استطاعت ان تتحول الى اطر تجريبيه و تنتج خطابا وتقدم خطابا يرتقي بالمشروع الوطني الجديد هذا، فالأحزاب ستفشل أولها. وثانيها أن المجتمع المدني إذا لم يرتقي أيضا كحامل لقيم، قيم المواطنة وكدافع نحو المدنية، اعتقادي أن الانتخابات تبقى انتخابات. يجب أن نذهب أن نطرح سؤال ماذا سنفعل بالانتخابات. وبالتالي اعتقادي الآن، والإهتمام على فكرة، الإعلام في العصر الحديث يصنع بنية الوعي والرأي ويوجه الناس نحو ما تقتضيه القيم المشتركة للجزائريين. وعليه في الجزائر الآن من خلال رهانات الانتخابات وقوانينها أيضا هي أمام تحولات ستفرض نفسها باعتقادي على الجيل، وهذه مسألة جيل. اليوم أنا في تصوري أن الجيل الشباب اللي هم يتكلموا عندكم في المنبر، اعتقادي أن الجيل إذا فهم عناصر اللعبة وكون نفسه وهيأ نفسه ليبني وطنا يتباهى به أمام الأمة، هذه هي السياسة. السياسة ليست قطع جبل تأكلها من هنا أو منصب برلماني تأخذه من هناك. لا، اعتقادي أن الأمم اللي ما عندهاش طموحات، وهذا ما كان يقوله لنا نبينا الكريم،
كاد أن يقول لأمته التي لا عرق لها ولا لون لها، يقولها أتباهى بك. يجب أن نتباهى بالجزائر إذا أردنا أن نجعل من هذه المحنة ومن هذه الأزمة أن نضع منها محطة تحول كبرى في بلادنا. محمد طيب، في اعتقادك ما هي أهم النقاط وخلينا نقول الرهانات التي يبد أن نتجاوزها حتى لا نترك المجال لكل المشككين والذين يعملون على زرع كل الأفكار المسمومة لحد الساعة؟ تعرفي هذا سؤال في غاية الدقة والأهمية. تعرفي الجزائر الآن تحت الأعين عكس ما يتصور الناس، وتهيأ لها، وأنا لا أبالغ ولست من فلاسفة المؤامرة، أنا أدرس الجيوبوليتيك، أعرف ما هو وزن الجزائر وما سيكون وزن الجزائر إذا نجحنا، وأعرف ما سيكون حال الجزائر إذا فشلنا. الآن الجوهر اللعبة هي الجبهة الداخلية في البلد، أكررها، الجبهة الداخلية من حيث علاقة الشعب كمصدر قوة ومصدر سيادة، والجيش كقوة حامية لهذه السيادة. ومن باب علاقة الجيش مع الشعب ترصع باستراتيجية البناء الوطني ليكون الشباب هو جوهر اللعب، لأن إذا بنينا، وإذا تكلمنا عن الشباب نتكلم عن المدرسة، وبالتالي نحن تحت الأعين، وليس من حقنا أن نفشل. ويبدو لأن القطار قد انطلق وقد وصل إلى محطته الأولى هي القوانين الحالية. وفي تصوري أن وأنا أتابع ما يكتب حول الجزائر على المستوى الخارجي، أعتقد أنني شعرت، وهذه مجرد شعور على كل بتواضع، شعرت وأكن الذين وضعوا البار عالية بدأوا يهبطون، وأن الذين كانوا يصرخون في غياهب الوديان قد بدأوا يسكتون، وأن الذين كانوا يحسبون على أنه يعتقدون أنهم على قرب من السلطة والسلطان بدأوا يعيدون حساباتهم، لأن الأرض، لأن البلد، وخليني أقول لك هذه العبارة تعجبني بزاف، أن البلد الآن مر بإذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت الجزائر من حيث تغيير المنهج والتوجه. وقد تعرض الذين تعرضوا في مثل ما حدث لأصحاب الفيل، وعليه تصوري في اعتقادي أن الأعداء كثر وموجودين في الداخل بقوة، وهم يبحثون على زرع بعض البذور ما أسميها بالشجرة الملعونة، وهي الآن تظهر في خطابات وفي فيديوهات وتظهر في مواقع. اعتقادي أن عندما نحل العروق، وهذا موضوع لا أريد أن أتكلم فيه الآن على المستوى الفكري، عندما نحل العروق نتاع الشجرة الملعونة، تأكدوا أن الجزائر ستكون بخير. جزيل الشكر ليك الأستاذ محمد طيبي المحلل السياسي، حدثنا على المباشر. جزيل الشكر ليك على هذه المداخلة الهاتفية.